السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم احنا موجودين في ولخ، تحديدا بحذا جامع البسي، جامع قديم برشا واللي بتشوفوه في الفيديو الجاي على القناة. كانك ماكش مشترك في القناة، ماذا بينا تمشي تعمل لايك وشير وتكتب لنا كومنتير تشجعنا به على الكونتينيو اللي نعمله فيه. نتمنى وانكم تستمتعوا بهذا المقطع اللي بيش يكون على ولخ وبيش يكون على الأحواش الجميلة في ولخ. اليوم دخلنا الأعماق ولخ بيش نشوف واحد من أقدم الأحواش الموجودة في ولخ، حوش مزيان برشا. نتمنى وأنكم تستمتعوا بالمشاهدة متاعه، ونتمنى أنكم تزوروه وتصوروا تصور فيه. وإذا عجبك الحوش ومشيت صورت فيه، ما تنساش باش تاقينا على الاشتاق يا غالية اللي موجود في الانستغرام، وبهذا النجم الشاري التصور متاعكم في الانستغرام فوتوغرافي الخاص بيه. هذه البلاصة محلاها محلاها ومش نورمال، مش نورمال بالرسمي، مش نورمال. شو شوف لا شكل جمال، شكل جمال. وهذا الحوش اللي كان في ولخ، نتمنى وانه نال المقطع اعجبكم. ماذا بينا كانك تفرجت في المقطع تعملنا لايك شير سبسكرايب، وشكرا على حسن المتابعة والاهتمام. نتلاقوا في الفيديو القادم.